لهذا اليوم. الخطوط الجوية الكويتية تتسلم أولى طائراتها الجديدة من اسطولها الجوي. لنشاهد الفيديو مع عبد المحسن فقعان مساعد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية. مثل ما تشوفون الطيارة الجديدة اللي استقبلتها الخطوط الجوية الكويتية من كم يوم البوينغ 777-300ER. وطبعا الطيارة تمتاز بالمدى البعيد من الطيارات الحديثة، وتعتبر الطائرة هذه يعني أجدد طائرة للخطوط الجوية الكويتية في الوقت الحالي، وهي ملك مو مثل الطائرات الثانية اللي كانت الأجار. وهذه الطائرة الأولى من 10 طائرات اللي راح نستقبلهم بالغريب، في طيارة ثانية واصلة بإذن الله تعالى تقريبا تاريخ 23 ديسمبر، وبعدها في جانيوري نستقبل طيارتين، وبعدها كل شهر إلى جولاي نستقبل طيارة من هذه الطائرات. طائرة تمتاز مثل ما شفتم من شوية بالديكور اللي داخل. الخطوط الكويتية تعمدت أن يكون الدرجات الموجودة فيها مثلا الدرجة الأولى السويت متميز بالكراسي، ومتميز في شاشة العرض اللي فيه. بعدين يجيك الدرجة الرجال الأعمال أيضا. حقيقة اللي لاحظ كراسي درجة الأعمال هي درجة يعني نفس الدرجة الأولى في طيران الشركات الأخرى. وبعدين عندنا اللي هي الميزه المهمه بالخطوط الكويتيه اللي سميه الايكونومي بريمير، تقريبا في بعد درجه رجال الاعمال تاتي كراسي هي مو سياحيه، اعلى من السياحيه بشويه، تتميز بسعه الكراسي، والكراسي او الرول بين الاول والثاني واللي بعده فيها مساحه مريحه، ومن ثم تاتي الكراسي اللي هي السياحيه. عدد كراسي الطائرة 336 كرسي، وكما تلاحظون عدد كبير يعني تشبه الطائرات الجامبو بالسابق، تشيل تقريبا نفس العدد. وكذلك الشحن والكارغو ما يقارب 40 طن، فهي تعتبر من الطائرات العملاقة.